هذا من الجهل. ومنها هذه أن علي ولد في الكعبة. أولا يعني الآن لنعلم علي متى ولد رضي الله عنه. علي رضي الله عنه ولد قبل مبعث النبي بثمان سنوات على المشهور، يعني قبل أن يبعث النبي بثمان سنوات، قبل أن يبعث النبي بثمان سنوات، وبعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث وعشرين سنة، الكعبة حولها وداخلها وفوقها 360 صنم، الكعبة مليئة بالأصنام. حتى لما بعث النبي جلس في مكة 13 سنة، ما زالت لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ما زال في الفتح في السنة الثامنة من الهجرة صار النبي يسقط هذه الأصنام ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والأصنام كانت هناك داخل الكعبة وحول الكعبة وفوق الكعبة. فهل من الشرف لعلي أن يولد بين الأصنام؟ هل هذا مدح لعلي أن تلده أمه بين الأصنام؟ هذا ليس بشرف. كماذا قضية أن عليا ولد في جوف الكعبة، ماذا فيها من فضيلة أو ميزة لعلي؟ يعني ما ليس فيها مزية. كيف يا مولانا؟ شوف العقل كبير فيلسوف هو. كيف يا أرسطو المسلمين؟ كيف يا أرسطو؟ قال لك لأن الكعبة كانت غاصة بالأصنام، في باطنها أصنام وكانت محوطة بالأصنام. ما شاء الله، برهان مسدد كالرصاصة إلى هدفها. عجيب. لكن لم يقل لنا هذا الأرسطو الكبير الفيلسوف الخارق هذا من جماعة هوبينج، ها؟ لم يقل لنا كيف طاف بها النبي عليه الصلاة وأفضل السلام وعظمها وشرفها وقدسها وظل يطوب بها ويصلي إليها طيلة الفترة المكية والأصنام في بطنها والأصنام حولها وفوقها، وظل يفعل هذا كل من أتيح له أيها الإخوة. في نهز للأسف قليلة جدا جدا تعرفونه في السيرة في الفترة المدنية، حتى في عمرة القضاء طافوا بها وهي غاصة بالأصنام، لم يخلها الرسول من أصنامها إلا إيه؟ إلا يوم فتح مكة. فهل نقصت قدسية الكعبة أو شرف الكعبة أو كرامة الكعبة يا أرسطو، يا أرسطو السلفيين يعني؟ لأن ما هذا يا أخي، أي عقلية هذه؟ لذلك أقول لكم يا إخواني، أعيدها للمرة المئة كما قال كانت، تجرؤوا على استخدام عقولكم.